النهاردة بيمر 100 يوم على بدء العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة اللي راح ضحيته أكثر من 23 ألف فلسطيني، عدد كبير منهم من النساء والأطفال. الصحافة العالمية والعربية من امبارح وهي بترصد حصاد 100 يوم من القتل والتدمير وما حدث خلال الأيام الماضية، مع تصريحات لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالأمس على استمرار العدوان وتأكيده أنه حتى محكمة العدل الدولية لن توقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. خلينا نقرأ أبرز العناوين في الصحف العربية والعالمية مع الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف. صباح الخير على حضرتك. خير يا فندم. صباح الخير. نبتدي على طول من جريدة الشرق الأوسط وبنقرأ منها غضب مصري إزاء اتهامات إسرائيل بمنع دخول المساعدات لغزة، والقاهرة بتعد برد رسمي لمحكمة العدل الدولية. لو حضرتك تكلمنا على التفاصيل. والله يعني احنا العالم كله يتعجب وليس مصر فقط. الاتحاد ان تكون مصر تمنع بشكل من الاشكال المساعدات الى غزه. هذه الاقاويل هي قلب للحقيقه. الحقيقه عكس ذلك تماما. العادي يعني يا استاذ شريف، ايه الجديد؟ ان هذه وهذا الكيان، لا اقول دوله، هذا الكيان اعتاد على قلب الحقائق واعتاد على التدليس وعلى الكذب، وبالتالي نحن امام واقعة ليست جريمة حرب فقط ولا إبادة اجتماعية، ولكن امام دولة كاذبة ومالقة لانها لا تحترم حتى الحقيقة، لان الحقيقة واضحة للعيان من أن هناك استهداف ممنهج وجرائم إبادة جماعية وتصفية بما يخالف القانون الدولي وبما يخالف القوانين المتعلقة بالشعوب التي هي تحت الاحتلال. مصر كان لها ولا زال الدور الكبير باعتبار أن القضية الفلسطينية برمتها هي جزء من الأمن القومي المصري، وبالتالي كل التحركات المصرية كانت على أساس أن القضية الفلسطينية هي جزء من هذا الأمن. طب، وربما نحن تابعنا المؤتمر الذي أقيم الشهر الماضي في استاد القاهرة تحت عنوان تحيا مصر وفلسطين، والذي أكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر من القضية الفلسطينية وأنها بعدا إنسانيا صحيح وقوميا لمصر. وعلى هذا الأساس فإن ما تدعيه إسرائيل هو محاولة للهروب من المحاكمة والإدانة الدولية، ولذلك فإنها تختلق الأكاذيب وتحاول أن تروج لإشاعات لكي تقيم عليها دعاوى جديدة، ولكن للأسف الحقيقة لن تكون في صالحهم، لأن الإعلام كله في مهما حاول الإعلام اليهودي صحيح ومهما حاولت أمريكا، إلا أن الإعلام في العالم والنيو ميديا على وجه التحديد صحيح تنقل يوميا ما يحدث على الحدود مع غزة صحيح وبما فيها الشاحنات المتراكمة منذ أسابيع هي تحاول الدخول إلى الأراضي المحتلة صحيح، ولكن إسرائيل تمنع ذلك، بل إنها كانت هناك تهديدات مباشرة صحيح. وده واضح أستاذ شريف للعالم كله كمان. طب، واضح كمان مع دخول الحرب يومها رقم 100 النهاردة، 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على غزة، تصاعد هذا التعاطف العالمي والشعبي. يعني امبارح شفنا تظاهرات كبيرة جدا حاشدة في عواصم عالمية، في لندن، في باريس، في برلين، في أكثر من عاصمة. نروح مع حضرتك لمنشط مهم كمان، الأمم المتحدة بتحذر من أن غزة تتجه نحو المجاعة مع ظهور شبح حرب أوسع نطاقا، ده كان عنوان نيويورك تايمز. تفاصيل المشهد طبقا للتقرير اللي نشرته نيويورك تايمز. نحن أمام مجزرة وأمام يعني حالة سريدة من الإبادة الجماعية. غزة تتعرض الآن لنكبة إنسانية، وربما
أخطر شيء في رأيي أنه يمثل الجريمة الكبرى للحرب هو استهداف الطواقم الطبية. طبعا. لأن استهداف الطواقم الطبية يعني أنه لا أمل في إخلاء أو إجلاء أو محاولة معالجة أو تلقي العلاج بالنسبة للمصابين، وهذه في حد ذاتها جريمة كبيرة مما يضاعف من أزمة الحالة الإنسانية. كذلك نقص الوقود ونقص المواد الغذائية، وتحديدا إسرائيل تريد أن تضرب مبدأ الوقود على وجه التحديد بحيث تشل الحياة تماما، ويصبح هؤلاء أو أبناء غزة الشرفاء في مرحلة حصار شامل. يعني كلنا تابعنا على المقاطع التي يحاول فيها المصريون بحيوية الشعب المصري أن ينقلوا بشكل أو بآخر بعض المواد الغذائية، صحيح. ولكن هذه هي أو كما يقال أضعف الإيمان، ولكن إحنا أمام نكبة إنسانية كبيرة وتتطلب تدخلا دوليا مباشرا. وأكبر دليل على أن أكبر دليل على ما تقوله صحيح أستاذ هو التظاهرات اللي احنا شايفينها. الواشنطن بوست يعني أبرزت ده، قالت إن في مسيرة حاشدة من أجل غزة بتستقطب الآلاف في العاصمة واشنطن، وده كمان بتزامن مع تظاهرات أخرى في لندن وتظاهرات في أكثر من دولة. حضرتك إزاي شايف المشهد ده؟ وأنا أعتقد أن ستكون هناك ملاحقة وضغوط أكبر على الإدارة الأمريكية. نحن تابعنا كيف تدخل المواطنون الأمريكيون خلال الخطاب الذي ألقاه جو بايدن، وأكدوا أن غزة تتعرض لمحنة كبيرة، وأن أمريكا تساهم بشكل أو بآخر في قتل الأطفال والنساء وحصار هذا الشعب الأبي القادر على المواجهة. أكيد أكيد. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف على هذه القراءة الصحفية، وصباح الخير على حضرتك. كنا موجودين النهاردة على مدار ثلاث ساعات، الثلاث ساعات عدوا على طول. مشاهدينا كنا موجودين معاكم، نشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.